قاعد يشوفون الامور ويركزون ويشوفون من اللاعبين اللي بينزلون. هذا اندل يدل انه ممكن في تغيير في اللاند، ممكن يصير في شيء غير متوقع في الجيم الاخير من اليوم المهم والحاسم، لحظه الحسم ولحظه الفصل، من سوف يظفر في الجائزه الكبرى 250 الف دولار امريكي ومجموع جوائز مليون دولار. فإلى حد ما كل المتواجدين معنا في آخر جيم هم فائزين يعتبرون، لأن وجودك بمحفل عالمي مثل جيمرز 8 تمثيلك لنفسك لبلدك لتيمك للمنظمة اللي أنت فيها في محفل عالمي مثل جيمرز 8. وغير هذا إلين المركز الأخير الجوائز 5000 دولار، يعني أنت تواجدك على الستيج واللعب قدام الجمهور هذا لحالة فوز. أكيد أكيد طبعا الكل فايز بدون استثناء، الكل راح ياخذ نصيبه من جائزة المليون دولار. وكالعادة كالعادة عند الأفضل عند الأمتع عند الأروع ميلي بوكا برفقة إبيك ويل. خلونا نشوف هل بيكون في فايتات مبكرة من أصحاب المراكز الأولى ولا بيكون في جراسيف غير متوقع، أو بالعكس جراسيف متوقع وهارد دبليو كي من أصحاب المراكز الأخيرة. لأن نشوف للأمانة لو أول اثنين دبلكوا على بعض علشان يحسمها مثل ما شفنا أكثر من مرة عندنا في الـ FNCS في الميدل إيست من قبل، أشوف غلطة جدا كبيرة، لأن المركز الثالث وراهم بعشر نقاط بعد، يعني الفرقية بينهم الثلاثة 10 نقاط توتل. فإنكم أنتوا الاثنين تتفايتون، أنتوا أعطيتوا الأفضلية 100% أعطيتهم البطولة على الطبق من ذهب. أكيد 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 هذا بيكون خطأ كبير جدا ما أتوقع أني راح أشوفه من أصحاب المراكز الخمسة الأولى بشكل عام. إذا ما كان أكثر عندنا ستينو ليشو كالعادة، هذا مكانهم هذا نزولهم ونفس اللوت، ولكن هذه المرة بولجا لهم بالمرصاد. بولجا هل بيوقف التقدم وبينزلهم من التوب فور إلى مراكز متأخرة أكثر؟ نايت من جهة، بولجا من جهة، ليليو كينج من جهة أخرى، ولكن يعيني عليك يا ستينو قدر أن يجيب الدمج عليه. وتشجيع الجمهور، الجماهير مولعة نار 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 نار، يعيني عليكم حمستونا حمستونا، وهذا المطلوب في الجيم الأخير. نبي الدنيا نبي المدرج يهتز يا أخوان. خلونا نشوف حاليا لليو كينج في رفقة بولجا شنو اللي ممكن يصير، هل بيدخلون هارد دبليو كي على ستينو ليشو أم بيخلون الأمور تمشي على خير؟ وهني عندنا إلى حد ما ما في فايتات على ما أظن، ستينو ولوتشي ناويين يكملون هذا الجيم لين الإند جيم. بكل صراحة يا كيلر أنا أشوف أن نهاية الجيم يسحبون على الشاحنة، لأن الكل يدري أن الاثنين اللي بيكونون في الشاحنة 100% بيكونون ستينو ولوتشي. بالعكس أنا أختلف وياك، ولكن لكل وجهة كل واحد له وجهة نظر. أعتقد أنهم راح يكملون وما راح يغامرون بشكل كبير جدا. وبلومي يخلص على هيرو سباي، دبل كل غير متوقع من بلومي، جاء بدري بدري في بداية الجيم الأخير. عندنا إبيك ويل اللود جدا ممتاز برفقة ميلي بوكا، ستينو إجباري إجباري، بولجا بولجا في المطاردة، وفعلا أجبروهم على التخلي من الشاحنة. لا شاحنات بعد اليوم، هذا الشيء كان مفروض يبدون فيه من بدري، ولكن شوف بولجا برفقة ليليو كينج داخلين عليهم بقوة. يا بوي دق بوري دق، رايح وين وين في استينو بيرد عليه؟ في حد فوق بولجا لو لاحظت على الماب كيلر، ما قاطع كله بالخير، ولكن كان في حد فوق بولجا. شوف ليليو كينج ودع بولجا، قاعد يحاول يشرد على ما ظنته كاكاروتو ادابتر. يا عيني على الدخلة الغير متوقعة من كاكاروت ادابتر من حيث لا يحتسب ليليو كينج. بولجا انصدموا بالموقف، ادابتر الاقرب على بولجا، كاكاروت راح خذ اللوث ضبط اموره، وممكن نشوفهم يرجعون ثاني مرة يضغطون بشكل كبير جدا على بولجا. وهني في هذا المكان اللي شفناهم غدر وميلان في اول جيم، على ما يبدو ان هذا المكان مكانهم، لو تخلص الزون هني يمكن يفوزوا. اوه خبره في هذا المكان اكيد لعبتهم. نينا ستي وكامي المركز الرابع ان ما خاب ظني او الثالث،
ايبيكويل وماليبوكا. انت ملاحظ كل التوبات يتفايتون مع بعض دوم ما ادري ينجلطون صدفه لبعض. هي الظاهر انها صدفه ولكن هذا شيء اوه كويزي خلص على كوفاكس ريفز غاردي ودع على طول فين وراه جيب الرفت يا حبيبي جيب عجل علي عجل يانس يودع من اكوا كنادي يخلص على اكوا وش قاعد يصير الامور بلمح البصر تغيرت الامور تلخبطت اسماء كبيره جدا مهمه ودعت ويانا على طول بكويل اهرب يا حبيبي اهرب سيون سيون مع كينج كينج ملك الدبليو كي في عالم فورتنايت ايبيك ويل هني قاعد يحاول يرجع للدو حقه ويضبط اموره الى حد ما تيسن اخذ النوك على اس جي كينج وسيون هل بيسوون دبليو كي بعد ما طيروا شيلد ايبيك ويل وبيركزون عليه جافكس اخذ النوك على باكود تيسن اخذ الكل بعد ما شالوا الدو حق اس جي ماكود ودعنا ايبيك ويل شكله بيودعنا لا 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 الثاني ما يروح الثاني ما يروح نبيها تخلص في الاند جيم نبي الموضوع ينحسم في الاند جيم مش من بدايتها مش من بدايتها تنحسم ال 250 الف اكيد اكيد ما ودنا ان ميلي بوكا وبرفقه ايبيك واللي يودعونه وكانت حركه جدا جميله منهم انهم ما استعجلوا باستخدام الرفت عكس باقي اللاعبين اللي ممكن تحوشه لحظه ارتباك كبيره جدا ويستخدم الرفت على طول ميلي بوكا يلقم دمج ايبيك ويل نوك داون من كينج كينج اسم على مسمى وطبعا الحين بيستخدم الافضليه اللي عنده اللي هي دبل هارد دبل يوكي بيقعد يضغط بأقوى ما عنده ليشو استينو على نفس الأمور على نفس الرتم على نفس المقياس ونفس الاستراتيجية كان ممكن يوقفونهم لليو كينج مع بولغا ولكن أدابتر كاكاروت خربوا الخطة اللي كانت موجودة ما زالوا بالتوب فور لحد الآن والتوب ون موجود عند ميلي بوكا هني ونشوف عندنا باد سنايبر على الجهة اليسار على طول يستخدم التورج استينو عشان يضبط يضبط اموره ويكمل الى الزون في قلب الزون يدور لاي كفر يا عيني يا عيني على طول حطها بيك يودع من دوكن المنافسه الابديه اللي مستمره بين دوكن مافن بيك رابت ما انتهت ولا راح تنتهي وباقي البلد بكره بتنحسم الامور كويزي يودع من كاكاروت كاكاروت داخل بقوه في هذا الجيم وينك من زمان يا كاكاروت ما لعبت بهذه الطريقه كاكاروت ياخذ له دبل دامج من هيلناد مع تريبر يبي ياخذ الفينش كاكاروت ولكن السلامة السلامة اضمن نفسك يا حبيبي لا تستعجل لا تستعجل خذيت النوك باقي الفينش يجي يجي مع الوقت يجي ولكن شوف المصيبة اللي قدامك اسمهم هيلنادا ومن اللي معاه تريبر وهني فعلا انها مصيبة لو هاي الاثنين قدامك فعلا انها مصيبة لان ما شاء الله الايم 10 على 10 المخ 10 على 10 ترتيب واحد من 44 هني عندنا البا سويليام تنوك من ماليبوكا وايبيك ويل اخيرا اشتغلوا اخيرا اشتغلوا ودنا من اول ما شفناهم في اخر ثلاثة ايام ان ما خاب ظني ما مش موجودين ما في اي مفعول او بالاحرى مقارنه مع اللي شفناه منهم من اول يوم ومن اول ايام ما كان في اي مفعول في الجيمين الماضيات وعلى ما يبدو ان هالجيم بيكون لهم رجعه خرافيه يونكس ودعنا من دوك وفهد ان ما خاب ظني كان مودع جي جي والبليد الشباب ما تنسى عزيزي المشاهد والمتابع والحاضر معنا في الستيج هذا الثاني يوم من النوبلد بعدهم الشباب عندهم فرصة ببطولة البلد يومين ثانيات وني ايبيك ها قاعد اقول لك دائما تفور يضربون سوايلم ودع كليكس ودع ليتشي ودع ميلي بوكا اوه ستينو 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 اوه اخيرا 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 اجباري 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 واحد يترك الثاني وراه واحد مرابط في مكانه اسمه ليشو ارتباطه بالشاحنه اكثر من ارتباطه وعلاقته مع الدو مستحيل من سابع المستحيلات انه يترك الشاحنه في حال سبيلها ماما بيخ القلب الحب العشق الشاحنه يعني ما تدري كميه الارتباط بينه وبين الشاحنه خرافيه مثل ما شفنا لوتشي لان للامانه مثل ما انت قلت هم كانوا
ناويين يجيبون الاسترات على الشاحنه، متدربين على الموضوع مع الشاحنه، فعدم وجود الشاحنه عنصر جدا مهم للاستراتيجيه حقتهم اللي شهدناها بعيوننا. اول يوم كامل كان عباره عن خانتني الكلام حاليا. اول يوم كان، ومن اول يوم الى اخر يوم كان اكتساح كبير جدا. هذا اللي بيقوله اصفر، ولكن الحماس والارتباك بسبب الجيم الاخير، اعصابنا على نار يا حبيبي، على نار ستينو ليشيو، وتركوا الشاحنه نوعا ما في امان الله، ولكن الخطر قريب جدا منهم. الخطر اسمه ايبك ويل برفقه ميلي بوكا. ممكن نشوف نقلة نوعية وحسم في الأمور إذا قدر يسويها ميلي بوكا مع إيبك ويل، ويحسمون الفايت هذا بينهم وبين ستينو ليشو. ولكن في المقابل عندنا مارستيتش يقدر ياخذ الكل على، أو قدر ياخذ الفينش والكل على كندا. مارستيتش وباد سنايبر للأمانة مبدعين اليوم، قاعدين يأدون، ما ودي أقول مبدعين لأن المبدعين عبارة عن تريبر كل صراحة، تريبر وهلنادا. فخلنا نشوف حاليا، لو تلاحظ كنا إيبك ويل قاعد يلعبها هو ميلي بوكا شوي أجريسيف، لأن أي حد يخطف من عندهم ينزلون في الاثنين طلق، ما يوقفون إلين ما يروح من عندهم، يا يرفت يا يعطيها شوك ويف، يطير شيء من الأشياء اللي ممكن هو يستخدمها. فشو السبب باعتقادك هذا يا كيلر؟ أكيد أول شيء بحكم الوضع اللي هم نحطه فيه قبل شوي، تنوك إيبك ويل، اضطر ميلي بوكا أنه يسوي للرز، تغيرت التكتيك، تغير الخطة، وبنفس الوقت عشان يضمن 100% توب 1. هو لاعب كبير، ما هو لاعب سهل، لاعب عنده 6 فانسي اس، لاعب مخضرم يثق في نفسه ثقة عمياء، فالأفضل له أنه يجيب له كلات تخليه وتعطيه الأفضلية. اجي مثل ما نشوف خذ الكل على سيون. نرجع على إيبك ويل، ميلي بوكا لازم يفرضون سيطرتهم ولو كان الموضوع فيه مغامرة كبيرة جدا. الزون قاعد يقطنا من جهة البحر، والبحر ما نبيه لأن البحر غدار يا أصفر. والله البحر غدار وشفناه من قبل، ولكن للأمانة ودي أشوف البحر صراحة، لأن زون البحر عبارة عن متعة، والشباب يعطيهم ألف عافية بيقضوها، لو سواء عارض لو سواء بحر، تراهم هم بيكونوا طايرين بالرفتات أو قاعدين يسوقون الشاحنات، فأمورهم طيبة، ما أظن بتفرق مع اللاعبين لهالدرجة. ولكن هني عندنا الوحوش، نشوف إيمهم بلع كم من طلقة، ولكن ما بيشبك فانتوم للأسف الشديد، بلع نوك من إيجي، سكرام شال كويزي، جنتلو فانتوم مودعونا، يعطيهم ألف عافية، نراهم إن شاء الله أو يعوضون إن شاء الله في بطولة البلد. ملي بوكا وإيبك ويل، هارد دبليو كي منصور، بلع نوك عنا، شو اللي ممكن سويه فهد كسولو، يرفت، وهذا أفضل حل له بكل أمانة بعد ما تنوك منصور وتفنش منصور. ميلان ودعنا، فديل ودعنا، منصور هني بالكل في طلع معنا، ودع من ملي بوكا، هن قدامه تريبر وهلنادا، ما ودك هالاثنين يكونون وراك، هن 1 اتش بي وتريبر وراه على طول، نقطتين قدامك بتفرق معاك بحكم ان الباقيين توب 10، يدري انه داخل، يدري انه داخل، لا والله مش بهاي الغرفه يا تريبر، ضيعته، الله عليك، ضيعته، لقيت الشوت جن اللي كانت ممكن تسوي فارق كبير في هذا الفايت. أكيد أكيد، ولكن الفرصة كانت جدا ضعيفة قدام أنه يقلب الفايت عليهم. ومثل ما نشوف تريبر مع هلنادا داخلين بقوة مثل قوة ميلي بوكا، ستينو يودع، أدابتر يودع، ستينو أتوقع راح ينزل من التوب 4 إلى مراكز أقل، ممكن 6 أو 7، أدابتر كاكاروت جي جي، هارد لك، ونشوفكم في بطولة البلد بكرة بإذن الله. ستينو يودع من أنس، أنس موجود حاليا بين كيو ستينو، وباقي عندنا ليشو هني بدون أي كلات، فل سيف، راح يلعب شايل البترول الشاحنة، خلاص الشاحنة ما هي موجودة، خلاص ودعتها يا حبيبي ودعتها. باقي عندنا أنس ماخذ له بوزيشن جدا ممتاز، قاعد يصيد اللي رايح واللي جاي، عنده السنايبر، عنده الهمر بيلعب معاه دور كبير جدا. شارك يودع عندنا من بنك هني، أوه ليشو
كان ممكن يجيب له كل، كان ممكن يزيد عدد النقاط، يثبت نفسه في المركز الرابع، كان ممكن يسوي شيء، ولكن خلونا نشوف الدخلة. وفعلا فعلا كال قدر يجيب الكل على هالنادى. النادى يودع سكرامي، يخلص على تريبر، الامور بالتغير. مليبوكا يودع، كال يودع، فالكنر جاب كل مليبوكا، يروح من بعد سنايبر. باقي عندنا ابيك ويل، اعتماد كبير جدا عليك، وراح يكون الضغط عليه بشكل كبير جدا ومرعب. انس ماخذ بوزيشن وماخذ موقع استراتيجي ومرعب جدا، راح يسمح له انه يجيب كلات اذا قدر يضبط الايم. 7 طلقات، سنايبر بقت عنده 134، محسوبه عليك يا حبيبي، لازم تستغلها بافضل صوره. تايسون قدر يجيب الكل على فروستي برفقه الاسطوره توماس. خلونا نشوف شنو اللي ممكن يصير في اللحظات الجايه. هني عندنا ايبك ويل متواجد كسولو، ولكن عليه العين بحكم انه يعرفون ان سولو زاندي قدامه، هو تشابكس تحت ميرستاتش وباد سنايبر اللي ذكرنا انهم قاعدين يأدون اليوم. ستي وكامي في التوب فور ما خاب ظني، ايبك ويل قاعد يبلع فوكس، ودهم يبعدون عن ايبك ويل. الامور طيبه تقريبا الى حد ما عند ايبك ويل، ما قاعد يبلع هارد فوكس، قاعدين يطلقون عليه، ولكن الرفق جاهز، النحشة جاهزة، على طول يحط رجله، ما يخاطر بالموضوع، لأنه لو ودع ال 200 اتش بي اللي قاعدين نشوفها قدامنا هي عبارة عن 250 ألف دولار. اكيد اكيد موقف لا يحسد عليه. طبعا ابيك ويل الرفت وحيد اللي موجود عنده، واتمنى انه ما يستخدمه في وقت غلط، محتاج انه ينتظر اي فرصه يدخل باي رفت ثاني او يستخدم الشوك ويف. ولكن شوف ليشو وين متربص، لو اتش بي ماسك الرفت بايده، الامور غير محسومه لحد الان. اللي بيوصل للاند جيم واللي بيصمل لحد اخر شيء هو اللاعب اللي بيمسك المركز بايده، بيعض عليها باسنانه. ليشو في المركز الرابع اعتقد لحد الان، ايبك ويل في المركز الاول لحد الان، الا اذا تغيرت الامور، لان التوب 5 كلهم اعتقد موجودين معانا. خلونا نشوف يا ساده يا سياده، خلونا نشوف بنكيوني موجود، 3 كلات. سيتي 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 قدامه منو؟ سيتي برفقه كامي، ضغط كبير جدا، لو اتش بي ميرستاتش يودع من تشابكس. حط يا حبيبي حط، أمن على نفسك، كامي موجود تحت يلحق وراه على طول، سيتي أنس بنكيو موجودين، ايبك ويل متربص، بعد سنايبر موجود، مكان مخطور والخطر يدور ويحوم حواليهم. لاعبين سولو 2 ضد لاعبين 2، ارجع اخذ السنايبر، ضبط امورك. كامي يودع من بعد سنايبر. سيتي أين أنت يا سيتي؟ بعد سنايبر يتقدم ياخذ اللوت، يا عيني عليك. السولوز السولوز السولوز، كل اللي موجودين في الجيم من التوب 5 سولوز، وعندنا ايبك ويل بيودعنا. ايبك ويل لا 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 لا، حاليا الموضوع تريبر بعد عايش، تريبر بعد عايش، هذا اللي حاليا انا نسيته من اللي قاعد يصير قدامي في هذا الجيم. الله عليك، الله يا الغدره من لوتشي. لوتشي موجود معنا حاليا كسولو، 121 اتش بي فقط لا غير، قاعد يبلع له شويه فوكس. سيتي متواجد معنا كسولو 40 اتش بي، هل بيعيش؟ هل بيودع 11 اتش بي؟ شكلها جي جي، قاعد يدور حوالين نفسه، ولكن ودعنا لوتشي. تيمين من التوب 4 ودعونا، هل ممكن يتغير الليدر بورد على اخر جيم؟ التوب 4 يتغيرون. ستين ما خاب ظني، الله عليك يا ليم، جاب النوك على روكي، تلعب يا سيتي قدامه ريدلر، يجيب النوك، لا 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 ما يجيبها. انهايدرون اياد اللي فازوا الجيم الثاني وحاليا في التوب 10، عينهم على اتجي، اتجي ودعنا. اندلكس اخذ النوك على ميترو، فيكو شال فهد، عرف طاير، تيسن طاير، اتجي طاير، ودعنا. الله يا ليم، تلعب يا انهايدرا، وحش يا انهايدرا، ردل قدامه طاير 1 اتش بي بس انه يطالع فوق. انس وبينكيو كيل 2 عايشين، 12 دو معانا، 19 لاعب متواجدين. عينا انس وبينكيو على نوتيفاي،
ليتس جو ليتس جو ليتس جو. الامور على وشك انها تنحسم. الاسماء اللي كانت ماسكه التوب 1 اغلبها ودعت، ولكن خلونا نشوف من اللي بيبقى لحد النهايه، من بيكون بطل هذه البطوله بجائزه قدرها مليون دولار. سيتي موجود عند كل واحد، خلونا نشوف ايش راح يسوي. توماس يودع، نوتيفاي يودع، من باقي؟ انس موجود، توتال كلات مع بيكيو، خمس كلات يا عيني عليك. سيتي ودع، منو اللي بيمسك الارض كالعاده؟ متى تبتدي مرحله وفيز الرفت يا عيني؟ ابتدى معانا وضع الطيران يا ساده. موجود نياد، انهايدرا ياخذ له دمج عالي، او عفوا نياد 40 اتش بي فقط موجوده عنده. جلتي موجود برفقه فيكو، صيد يا حبيبي صيد. تايسون مقدم على طبق من ذهب، لو اتش بي تايسون ممكن يودع في اي لحظه الان. بين كيو موجود 12 لاعب فقط، تفصلنا على النهايه يا اخوان. يا عيني عليك، اي مو طبيعي من عند انس، مو طبيعي يا بين كيو، قدر انه يخلص عليه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، انهايدرا يودع، بين كيو مع انس، وش قاعد تسوون؟ فري كيلز قدامكم، شكلهم بياخذون الجيم ايزي ايزي يا عزيزي. اندلكس موجود، بين كيو يضرب بيد من حديد. ليتس جو، اخذ لك بريك، ارقص يا عزيزي. فيكو برا الزون، ممكن يودع، انس يرجع بقوه. ثمان لاعبين، جلتي جلتي جلتي، يتعرض لدمج عالي من انس. انس يسوي ريلود، يضبط اموره، تسع كلات توتال بتفرق ويانا بشكل كبير. انس ماسك الارض، فيكو موجود، جلتي موجود، انزلوا عليهم. نيادي يودع، انهايدرا يودع، وباقي اندلكس. ممكن نقول جي جي، ولكن اندلكس الغدار يدخل عليهم ويضرب النار. بيكيو يودع، فيكو اندلكس باقي موجودين. فيكو يا فيكو، وش قاعد تسوي؟ اندي لو اتش بي، ولكن الثقه موجوده. اخر ثلاث لاعبين 2v1 2v1، شو اللي راح يصير؟ جلتي عند الافضليه بعد ما كان بيودع برفقه فيكو. اندي الاقرب انه يودع. ليتس جو، ختامها مسك يا عيني عليك يا جلتي. جي جي والبليد لهم جميعا. الليدر بورد انخبص، الليدر بورد ولع، الليدر بورد بيتغير 180 درجة بعد الجيم هذا اللي شفناه. مش بس التيم اللي فاز تغير، لا حتى باقي التيمات اللي كانت عايشة معانا جابت كلات كثير.